يسعد اوقاتكم، ضلوا بخير، ايامكم سعيده. اليوم 3/28 ايلول، تمنياتي للجميع بالخير. كواكبنا ما زالت في اماكن عطارد، طبعا باشر من يومين تراجع في برج الميزان. عطارد هو كوكب السفر، الاوراق، الاتصالات، التواصل، الكهرباء، الانترنت، هذا كله يتراجع خلال الفترات القادمه. بدنا نضل لنا 12-13 يوم فيهم نوع من انواع الاهتزاز. وعالميا القصه اي شيء له علاقه بالطيران، اي شيء له علاقه بالكهرباء او بالانترنت، هذا كله ممكن يكون فيه نوع من انواع التراجع. طبعا اضافه الى مواضيع السيارات، حوادث السيارات او الاجهزه الكهربائيه او اجهزه الموبايلات، هي كلها لازم تنتبه لها، وخاصه لو كنت من مواليد برج الحمل، برج السرطان، برج الجدي، إضافة إلى العذراء والجوزاء. طبعاً المريخ كمان ما زال متقدماً في برج الميزان، بيعطي نفس النتيجة. الزهرة ما زالت تتقدم في برج العقرب، وفي بعض المضايقات لمولود برج الأسد، الثور والدلو. هلأ أنا بشوف الأكثر تعباً هن الدلو. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم عبقري في البحث عن حلول بديلة. يوم للعلاقات الشخصية المقربة، أهل، أصدقاء، أشقاء، رفقاء، راب منك، عم تحط الحروف على أغلب علاقاتك، وهي الفترات أنت الأفضل عموماً، الأكثر ثقة، تنسى مضايقاتك، وعم بيكون عندك سعادة، إشراق وفرح، أو علاقات بأصدقاء أو زوجة ممكن يكونوا إيجابيين، في طاقة أو حماس أو سفر. مولود برج الثور غالباً عم يشعر بالارتياح والتفاؤل، لكن ليس السبب مالي إطلاقاً، بالعكس على صعيد أمورك المالية أنت عم تحس أنه الأمور أو مضايقتك أنه الحكاية العلاقة بصرف كتير بدخل قليل. هلأ أنا ما بتمنى بالنتيجة تصرف بهاي الفترات، حاول تتذكر أنه المفاجآت واردة مولود برج الثور، وخفف صرفك، لأنه أنت على مدى أشهر إذا بدك عم تصرف أكثر مما يجب. هو عموماً هاي السنة للصرف أكثر من القبض عموماً. صباح الخير لمواليد برج الثور، الجوزاء، اللي اليوم القمر ببرجه، مما عم بيحمل لقله نوع من أنواع الوعود. هو اليومين ثلاثة نومك قليل مولود برج الجوزاء، عم تناقش أمورك بشكل إيجابي، يعني شريكة، شريك عم تناقشهم بقصص مهمة، عم تستعيد علاقات، قصة عاطفية عائلية ممكن تكون جيدة، نوع من أنواع التعارف واللقاءات، أو تعارف على أصدقاء جدد، أو نوع من أنواع القرارات. هلأ أنا بشوف الأمور جيدة، ما نسيئة للجوزاء، رغم أنه هالفترات متعب عائلياً. عزيز ده مولود برج السرطان، اليوم الأمور ما كتير مريحة، غالباً أنت سلبي مولود السرطان، أو عندك نزاعات لا تحتاجها، أو مشغول بحل لبعض القضايا. حاول أن تؤيد الحوار الهادئ مولود برج السرطان، خطط لما تفعل لكي لا تخرج بخسائر، غالباً عندك أمر صغير يؤلمك أو يجرحك. اليوم الأفضل عزيزنا مولود برج الأسد على صعيد أصدقاء أو معارف، أو تعارف على أصدقاء جدد، أو أبواب عاطفية تفتح، محبة، خلق مناخ إيجابي لتطور علاقاتك. يوم اجتماعي، أنت عندك سحر اليوم والناس حاببتك، ويمكن في مناسبة أو دعوة أو سفر. لساتك كتير مانك كتير مرتاح مولود العذراء، صلك يومين ثلاثة في مضايقات، أو عم تسمع كلام ما كتير عاجبك، أو في عندك نوع من أنواع القصص اللي عم تطلع لك فجأة على الواجهة، سأنا حكي، أخذ عطاء، نوع من أنواع النقاشات، نوع من أنواع الكلام اللي ما كتير عم يعجبك، أو في تأجيل أو عراقيل. على كل الأحوال شوي عصبي أو منفعل لآخر يوم عزيزنا مولود برج العذراء. حتى هذا اليوم كلما تقدم كلما أمورك أفضل. مولود برج الميزان، لأ اليوم في نقاشات عم تدخل فيها لتصل لحوار أو لتصل لحلول، واليوم جيد لعروض، لنشاطات مهنية على الغالب، ليكون في حواليك احترام من الآخرين، لإبداع، خلق أفكار جيدة. كل واحد حسب وضعه، بس عم بيحسن سواء عمله أو أموره الشخصية مولود برج الميزان، وعم تشعر بمحبة الآخرين لك. مولود برج العقرب، كمان اليوم أنت متيقظ للتفاصيل، يوم يعتبر
كمان جيد، خاصة أنك تحسن التصرف، في مبادرات، في مصالحات، في تسوية لخلافات، مساعدات، دعم أنت تحتاجه سواء كان مالي أو على المستوى الشخصي عم تحسن أمورك. هي الأفضل هي الفترات العقرب هو الأمور المهنية يتبعها الأمور العاطفية اليوم بالذات للتشجيع والمساعدات. القوس صار له يومين ثلاثة بكركب، ما كتير مبسوط، عصبي، ضيق خلقه، خايف على قصة، خايف من قصة، يعني شوي عنده يأس أو مزاج مو كتير رايق. مع أنه أنا بقول اليوم المساء بكرة الصبح حتفيق مختلف تماماً عن فئتك بهذا اليوم، لسه كأنه هيك مضايقك أنك عم بتحط قائمة طلبات لا تنفذ منها شيء، حتى لو بينك وبين حالك يعني عم تقول أنا بدي أعمل كذا بدي أعمل كذا، بتفيق الصبح ما لك خلق تعمل شيء مثلاً، مو بالضرورة الطلبات من الآخرين. هلا أنا بشوفك ما كتير مرتاح، مع أنه حتفيق بكرة الصبح إذا أراد رب العالمين أكثر راحة. عنده 100,000 قصة عزيزنا مولود برج الجدي وزيادة في المسؤوليات الاجتماعية. نظم وقتك على كل، شوف شو هو الضروري. صار لك يومين ثلاثة معجوق بالشغل أو ضايق خلقك من أنه ما في شيء مثل ما بدك عم يزبط. على كل، إذا بدك نصيحتي، إذا بدك يعني خلص أمورك اليوم وهيك هيك، لا تأجلها لبكرة. رغم ضيقة خلقك ورغم مزاجك اللي مو كتير رايق ورغم أنه عندك ضغط في العمل عم بيخليك تصل على البيت تعبان وهلكان، إلا أنه واقع الأمر رح يضله أفضل من بكرة وبعد بكرة. صحة نجلة، صباح الخير لعزيزنا مولود برج الدلو اللي اليوم للخطوات الإيجابية وللعلاقات اللي فيها ابتسامة أو إشراق أو علاقات صريحة ومباشرة. اليوم عم تتصل بأشخاص مهمين بالنسبة لك، عم تهدي الأجواء، ذهنك صافي مرتب، عم ترتب أمورك بطريقة إيجابية، قراراتك مهمة، قادر أنك تعتمد على الآخرين، قادر أنه هيك تبحث عن مخارج لبعض الضغوط. اليوم الأوراق يمكن تكون مصدر سعادة أو علاقاتك بالآخرين. في حدا اليوم عم بيضايقه لمولود برج الحوت، وهاليومين الصراحة في عنده قيد، يمكن من الأسرة، يمكن من انفعالات سلبية، يمكن قصة بالعمل، توترات أو ضغوط بالعمل، كأنك هيك محبط حزين، لازم ترجع تعيد خياراتك أو تعيد تقييم خياراتك مراراً. يعني أنا بقول اليوم لا نو سيء ولا نو الأفضل، بس أكيد في عندك نوع من أنواع التعب ما كتير مريحك. خليني عايد مولود اليوم، مولود 28، صاحب حركة تميزه عن بقية الأبراج. مواليد برج الميزان أصدت، عنده قوة، هدوء، رصانة، شفافية، حساسية. إذا بلش عمل بينهي ولو على حساب يعني عموماً وقته. من الأشخاص اللي بيحكوا بطريقة منمقة ولطيفة ومقنعة. مولود متطرف، محارب بدون كلل أو ملل. قد يغشك مظهره الجدي بمجرد ما تعرف عليه، بتشوف قد هو لطيف وفعلياً حدا بيدافع عن قضاياك، بيدافع عن المظلومين. مولود ذكي، لين، وصاحب معشر جميل. السنة لقاله للمساعدات، للدعم المعنوي، ما بعرف إذا في ورقة، في بيت، في ارتباط إذا وضعك يسمح. أنا بعتبرك بالعام الأفضل لكل شيء جديد بحياتك، وخاصة لأي شيء له علاقة بمؤسسات الدولة، أوراق، مستندات، نتائج امتحانات، عقود، ترقية، كل هذا ممكن يكون إيجابي وجيد. طبعاً رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. حسام عم بيسألني، هلأ ما عندك شيء سيء صحياً يا حسام إلا آخر شهرين بالسنة، إذا في شيء قالك بهي الفترات استشير طبيب حبيبي، إذا في شيء قالك يعني. شادية بنت مريم 10-1 ومولود برج الجدي. يا شادية طبعاً برج الحصان الصيني، يعني أنت قوية جداً، مسؤولة جداً، تؤتمني وتفضلي العمل على الزواج. هي قصة متعبة والله يا شادية، خاصة أنه أنت حدا بيقيس الأمور بالمسطرة قدي زابطة أو مو زابطة. غصون من مواليد 83، غصون كل شيء عاطفي باشر تحسن. أنا برأيي الأمور العاطفية رايحة باتجاه الأفضل، غالباً رح تختمي السنة بطريقة عاطفية إيجابية وجيدة. إن شاء الله دائماً هيك بتكون ختام سنتنا بطريقة أفضل بكتير.
يسعد صباحكم وتضلوا بخير. وتضلي بخير يا نجلة. حابة أخذ لك مشاركة أخيرة من عندي. معنا مشاركة من علا بن جميلة ميزان، يسعد صباحك. 20-11-75 حابة تعرف عن حظوظها وعائلتها. علا، المتبقي من السنة ماشي حاله، ليس الأفضل وليس الأسوأ، هو السنة القادمة سنة حظك علا وليس هذا العام، بس المتبقي من السنة ماشي حاله، استمتعي فيه. يسعد أوقاتكم وتضلوا